السلام عليكم ومرحبا بكم توجور في جنان ماني. اليوم عندنا كيفيتين كما عودناكم، عندنا دولمه قرنون وعندنا خبز الدار. لي زانغريديان اللي عندنا بور دولمه قرنون، عندنا الدجاج، عندنا البصل مسكرفج، عندنا ملح، فلفل كحل، كركم، شويه قرفه غبره، اللي حاب يدير قرفه عود وما يديرش الغبره، كل واحد حر. كما نقولوا تقدروا ديروا عود. عندنا قرنون فيتادي وعندنا جلبانه فيتادي. قرنون ديجا واجد، ما تتعبوش منه باش تنقوا، ما والو، يسهلنا الخدمه. فوالا، هذا بوغ المرقه. عندنا بوغ دولمه عندنا لا فيانداشي، عندنا شويه معدنوس، عندنا حبه بيض، شويه تاع الزبده، وانا توجور لي ميم زيبيس. عندنا ملح، فلفل كحل، شويه كركم، وعندنا القرفه، وعندنا بيان سور بطبع الحال لا شارفيه. هذا بالنسبه للدولمه تاع قرنون. الخبز تاع الدار واش عندنا؟ عندنا الفارينه، عندنا الملح، عندنا الملح، عندنا السكر، سمحوا لي، عندنا الخميره تاع الخبز، عندنا البيض، والتزيين عندنا البيض، وعندنا جنجلان. فوالا، راح نبداو في الدولمه. في الدولمه واش راح نديرو؟ بطبع الحال عندنا الزيت، راح ندير طرف تاع الدجاج، ندير البصل، ونخليه ينقلى. فوالا، نغطي على القدرة تاعي، نقص شويه النار، ونجي للخبز. الخبز واش قلنا؟ عندنا لا فارين. قبل راح ندير الخميره مع شويه تاع ماء. نجيب مغرفه، ندير مغرفه كبيره تاع خميره. هذه الطريقه باش تسهلنا في الخميره. نديرو شويه ماء، باش نذوبو الخميره، باش بالخف تخمر الماء. فوالا، نلز هادو شويه باش تساعد لي. عندي الفارينه، ا بوبخي الطل تاع فارينه، قيس السنيوه اللي تكون عندنا. انا مغرفه تاع السكر، انا مغرفه صغيره تاع ملح. نخلط كلش مع بعض، نفتح يديا، ديلها شويه زيت، وراح ندير بياض بيضة. الصافا نخلوه بوغ لا ديكوراسيون. فوالا، نستحضو بالصافا. فوالا، ونخلط. ثم تقدروا ديروا في البيتخان، بصح حنا ولفنا نديروا باليد. هذه راهي فارينه برك، ما تسحقش نخدموها بزاف ولا نعجنوها. ومن بعد دير الخميره، راكم شفتوا كيف دارت، ذابت، سهل لها الخدمه. بكري كنا نديروا الخميره هذيك لا لوفيغ فريش، كنا نربوا الخميره وكانت صحيه. لو كان نخدموا هكا
فوالا راح نزيد الماء. ما ننساوش القدره تاعنا. فوالا نطموه بيان العجينه. فوالا هنا شويه راهي تلصق مع يدي، شن راح ندير لها؟ راح ندير لها شويه زيت. فوالا فوالا هكا باش ما نعجنهاش بزاف، ندخلها شويه زيت باش تجيني خفيفه، باش الخبز هذاك يجيني خفيف. فوالا نسييو نحو العجينه من يدي. راكم عارفين بلي لافارين فيها ماده غلوتين تلصق في اليدين. فوالا دوكا نخليها على جانب ونخليه يريح. دوكا غطينا الخبز ونخلوه يريح ويخمر. دوكا نولو القدرة تاعنا، واش راح نديرو لها؟ البصل تاعي نقلا، راح نديرو لها شوية تاع ما. فوالا توجور دوك تفيق بلي ديما ندير شوية ما باش ندير لي زيبيس، باش ما لي زيبيس تاعنا ما ينحرقولناش في القاعة تاع القدرة. عندي مغرفة صغيرة ملح، عندي شوية كركم ما نكثروش، مانيش باغية لا كولور تكون طرو فونسي. عندي شوية قرفة ما نكثرش منها باش ما تجينيش المرقة تاعها كحلة. شوية فلفل كحل، مام فلفل كحل تقدروا ديروا فلفل كحل أبيض. فوالا دوكا نمرق. راح ندير لها دوكا جلبانه، جلبانه فيتادي كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا مرك سيت اون مارك كيما نقولوا سييتها وعجبتني وسهلت لي الخدمه. نصفيها شويه ما نديرهاش بزاف كما نقولوا، راني درت منها شويه وندير في المرقه تاعي. نغطي القدره تاعي. دوكا نروحو لافارس تاع القرنون. نجبد القرنون تاعي توجور مع لا مارك فيتادي. راكم شفتوا الله يبارك القرنون شعل مقيه واجده، سهلنا المهمه. هذه فيتادي خممت للمراه العامله اللي ما عندهاش الوقت، ولا تكون انسان ما تكونش عنده وقت، ما يكونش موسم تاع القرنون ما يحرمش روحو من القرنون. فوالا راح ندير لا فياند هاشي. فوالا تكفيني هذه الكميه. واش راح ندير لها؟ راح ندير لها شويه تاع زبده باش لا فياند هاشي تجيني طريه. فوالا ندير معدنوس
دي لا شابلور. نتوما تقدروا حتى ديروا الروز بصح لا شابلور خير. ديما عندنا الخبز يابس ولا في الدار شاح نزيد. عندنا صفار بيضة رايحه ندير لي زيبيس اللي درنا في القدا. انا شويه ملح شويه فلفل كحل شويه كركم شويه قرفه فوالا ونخلط مكونات تاوعي. اللي عنده الغبو يقدر يعاود يميكسي كلش فوالا باش تجيه اللحمه طريه وتساعدنا في الخدمه فوالا. انا خليت الخبز يحمر قدرة تاعنا والدجاج راهو يطيب. نكمل نعجن لا فيانداش تاعي نفاصوني القرنون روحوا فاصل ونولي. بعد كملنا فاصونينا القرنون تاعنا نديروهم في المرقه. ولا خفتوا بلي نحلوا لكم لا فيانداش مع القرنون، ما عليكم غير ديروا البياض بيض وتغطسوها كاع ولا تفوتوا عليها بالبانسو وديروا البياض بيض باش ما ينحلوش ونستفوهم كيما فوالا. حطوهم غير بلا قل فوالا. لا فيونطاشي تعرفوا بلي ما طيبش ما تديش وقت في الطياب ونغطوها وخلوها تطيب وتعقد شويه فوالا. نولو الخبز تاعنا بعد ما خمر. جيبوا سنيوه اللي تروح للفوق ولا الكوشه كيما تحبوا. شرح نديرو ديروا له شويه زيت. هنا بكري كنا كان اللي يقولوا خبز الدار ولا خبز الزيت باسكو فيه نسبه الزيت شويه قويه فوالا. نسيوها نديرو باليدي كيما نداري ندير في الدار ولا بالبانسو كل واحد كيف يحب يدير فوالا. جيب الخبز تاعي كم تشوفوا رايح عجينه طريه. نسيو نشكلوها من بول فوالا. ندير يديا شويه زيت ونمشي. لازم يدي لي كاع القطر تاع السنيوه راني غير بالعقل. مشي فيه غير بشويه راكم تشوفوا معليش الزيت تخرج لكم باش الخبزه ما تلصقناش مع السنيوه. وعلى كان اللي يقول خبز الدار ويقول خبز الزيت. اللي ما يحبش الزيت يدير يدير بابي كويسون ويطيب في البابي كويسون. فوالا غير بالعقل فوالا. واش راح ندير؟ عندي حبه بيض. تحبوا ديروا الصفر برك ولا تحبوا ديروا حبه كومبليت فوالا. نخلطها شويه فوالا. نجيب بانسو نرفد هذا قدامي. جيب بانسو ونطلي كاع الخبزه. لي عنده غير صفر يدير صفر يقدر يدير لها الماء الحليب باش تنحي الريحه تاع البيض. لي ما يحبش البنه تاع البيض ولا ريحه البيض. فوالا حنا درنا البيض تاعنا. كي يزيد يخمر نزيدو له نوتر كوش ونديرو له ساندويتش فوالا. نخلوه يخمر نطيبوه في الفرن على درجه 180 ابوبري 20 دقيقه حتى نص ساعه سا ديبون كل واحد والفوق تاعو فوالا. هنا الدولمه تاعنا تاع قرنون راهي طيب. روحوا فاصل ونولوا على اطباق تاع نهار اليوم. اطباقنا لنهار اليوم راهي واجده. دولمه قرنون واجدت كي طاب
القرنون كيما نقول شفتو لا فيتا دي القرنون ان بواط بالخف الطيب فوالا، ولا فياندا شي ما تديش وقت، والخبز تاعنا كي طاب شعلناه من التحت كي تحمر من التحت شعلنا له من الفوق باش يطيب من الفوق، توجور مع المخللات فيتا دي. صحة فطوركم.